قصه قفشه امبارح الدنيا قامت ما عادتش، لان قفشه بره السكور خالص، مش موجود في القايمه بتاعه المباراه في ال 18، مش موجود. فالكل تكهن، البعض قال لك اصل هو مصاب، لا قفشه مش مصاب، اصل استبعاد فني. اه دي حقيقه استبعاد فني. طلع بقى الراي الثالث والاخير امبارح بالليل كده، وصوره لقفشه وهو مثلا في ملعب خماسي مع بعض الجماهير بيتصور معاهم، او اتنين من الجماهير يعني. فالكل تكهن بقى وقال لك لا ده قفشه كده تم ايقافه او تم معاقبته وقرار انضباطي، والصوره زي ما حضراتكم شايفينها اهي قرار انضباطي لانه مش ملتزم. وكبرنا الموضوع قوي، الناس كبرت الموضوع جدا. خليني اقول لحضراتكم واوضح لحضراتكم الصوره بالتفاصيل بالتفاصيل. اولا اللي حضراتكم شايفينه ده، الصوره دي من امتى؟ هي نزلت امبارح، انا متفق معاكم، لكن الصوره دي من حوالي 15 او 20 يوم قبل كده، من قبل مباراه طنطا والمقاولين، وكانت من خلال مباراه خماسيه، مباراه خماسيه لاصدقاء مقربين جدا لقفشه. يعني هديكم مثال، يعني منهم كان امير كراره طبعا الفنان الكبير كلنا عارفينه. هل قفشه شارك في المباراه دي؟ ما شاركش اطلاقا. قفشه كان قاعد بيتابع وكان موجود مع اصحابه، يعني فنانين اصحابه يعني قريبين منه وكلام من ده، كانت متابعه بس للمباراه، لا شارك ولا في على اللاعب والكلام ده. انا فاكر كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ والامور ما فيش اي مشكله اصلا. احنا دايما بنحاول نكبر الدنيا، بنحاول نخلق لنفسنا ازمات، وخصوصا المشكله ان الازمات بتتخلق من ناس جوانا، جماهير النادي الاهلي. لا لازم نتحقق من القصه بالظبط، واحنا بنقول لحضراتكم الحقيقه اهي، الكواليس بالظبط ايه. الصوره دي قديمه جدا، من حوالي 15 او 20 يوم، وقبل مباراه طنطا والمقاولين لاعبهم محمد مجدي قفشه. لو كان هو الراجل شارك في مباراه الخماسي دي، كان الاولى انه من قبل كده هيتم ايقافه، يعني او يتم معاقبته. فالكلام ده غير حقيقي اطلاقا. وقفشه استبعاده امبارح فني بحت، فني بحت، مفيش أي حاجة تانية، مفيش أي سبب آخر، لا إصابة ولا موضوع المباراة الخماسية ده. ودايما أنا متعود أنا عن نفسي، يعني أنا ما بقدرش أطلع أتكلم في حاجة غير لما أكون متأكد منها. لو في شك إن اللاعب لاعب، أنا مش هتكلم أصلا خالص، مش هقول خالص، مش هوضح. لكن أنا متأكد جدا، ومن خلال تواصلنا مع يعني ناس كتير قوي، اللاعب ملوش علاقة خالص بمشاركة في مباراة خماسية، والقصة كلها عبارة عن صورة طلبت منه يعني الناس تتصور معاه، والموضوع خلص على كده. والراجل اللي نزل الصورة دي نزلها امبارح بس، واللاعب نفسه حتى كان قايل له عادي مفيش مشكلة ما تنزل الصورة. فدايما احنا بنكبر الامور. خلصنا من تعاقد الاهلي مع مهاجم الجديد، دخلنا في موضوع صالح جمعة، خلصنا من موضوع صالح جمعة، دخلنا في موضوع قفشة، نحاول ندور على اي مشكلة ونكبر الازمات، واحنا مش وقت خالص الكلام ده. احنا كلنا مساندة ودعم للنادي الاهلي بجماهيره الكبيرة، وخصوصا الفترة الجاية وفترة حاسمة في عدد كبير جدا من البطولات. انت عندك الحسم باذن الله يوم السبت اللي جاي مع الهلال، لازم كل التركيز، ما نتكلمش في اي جوانب اخرى، نفضل داعمين للفريق. عندك بعد كده هتخش بقى في الدوري على السوبر، مباراه الزمالك، يعني تحديات كتيره جدا للنادي الاهلي، مهمه قوي ان احنا نركز فيها.